كذلك يمتاز خلق الإسلام بالإنسانية، فقد يكون بعض أخلاق الناس أخلاق بيئية أو أخلاق شعوبية أو أخلاق قومية أو أخلاق قبلية، يعني إيه؟ أنه خلقه حسن مع هذا ولكنه غير حسن مع هذا، لكن الإسلام خلقه إيه؟ إنساني، بمعنى أن الذي يشترك معك في الإنسانية له نصيب من إيه؟ من خلقه. كيف؟ أما لك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، يدل على أن الأخلاق الإسلامية متعدية إلى مين؟ حتى إلى غيري، على غير المسلم. ليه؟ أم قال لك لأن أنت بتنظر إلى المسلم أنه اشترك معك في عقيدة، هذا كلام صح، ولكن الإنسان مطلق الإنسان اشترك معك في معنى أعم، وهو المعنى الإنساني، وهو مخلوق لله، مخلوق، والله يمده بالرزق وأمده بالسمع وأمده بالبصر. إذن فالأخلاق الإسلامية كما قيل هي فيض من رحمة الله، ورحمة الله خاصة المؤمن ولا مشيت للكل.